فنحن أقدم باسمي وباسم السيد الوالي تعازينا الخالصة لأهل الفاقدين، أو كما قال الإمام يعني أهل الجنة إن شاء الله أنهم ومن أهل الشهداء، فنتمنى أن يتغمد الله روحهم الطاهرة، ونطلب من الله تعالى أن يجزي مثواهم ويرزق أهلهم الصبر والسلوان. وليدي مات كأنه شهيد بشهداء، هو وليده وطيع لي وليدي، هذا الطفيل طيع لي الطفيل صغير يجي يطبطب علي ويقول لي يا جدي روحوا صلوا، صغير طايع. الحمد لله نحمد ربي ونشكره ونشكر الشعب الجزائري الحمد لله في هذا الموقف، هذا دائما الشعب الجزائري في هذا الشيء يوقف مع بعضها، نحمد الله ونشكره ونحفظ السلطات المحلية هنا بشعبنا فهمت، والشيخ الوالي والجماعة كاع كلش اللي وقفوا عبانا، وليداتنا حماية مدنية والأمن الدرك نشكرهم كاع إن شاء الله، والشعب سيرتو الشعب مشى، الشعب وكل تعب وسعادة، والزواري تاع الولاية التمثيلة وكل راحوا وكل السبخة هذيك الواد تاع بوسعادة واد ميطر مليان حتى تقريبا المسيرة الحضنة. حسب التضامن اللي ضامنوا معنا وجيراو تعبوا، وسنشكروا سيد الوالي من يامس وهو مباصي معنا هنا في الواد، والدرك الوطني والامن الوطني والحمايه المدنيه نشكروهم نشكروهم نشكروهم، نياهم 54 ساعه وهم معنا الحمد لله من 10 نتاع نهار الثلاثه حتى اليومين هذا ال 11. الحمد لله اصبنا اللي لقينا هذول المجموعه ودفناهم والله يرحمه، ونحسبه عند الله ان شاء الله شهيد، ونقدم التعازي لاهله سكان السيم وسكان الفضاء والناس اللي تعرفوا اجمعين، والناس المواطنين ساهموا عمل الحمايه المدنيه، عمل المصالح المشتركه تاع الجيش، عمل جمعيات. نعزي عائلة السيد الشهيد عطية تومية، ونشكر كل السلطات المحلية والمجتمع المدني وكل سكان بلدية سليم ومدينة بوسعادة وبلدية الفضاء على المجهودات التي قاموا بها.